طبعا نحن نعطيكم بالمختصر، اولا سكان سقطرى بين 100,000 الى 120,000 نسمه. مساحه سقطرى طبعا المتداول اخي والمعروف لدى كثير من الناس انه هو 3663 كيلو متر مربع، لكن للاسف الشديد هذه المعلومه غير صحيحه وتتداول في كثيرا من المعلومات عن سقطرى. الحقيقه ان مساحه سقطرى قد اجهل منها ثلثين، وهو مساحه عبد الكوري ومساحه سمحه ومساحه درزه، هذه الثلاث المحافظات. نعم. هذه الثلاث الجزر تعتبر تابعه لمحافظه ارخبيل سقطرى، والمساحه الحقيقيه والفعليه هي ما بين 11,000 كيلومتر مربع الى 12,000 كيلومتر مربع.